السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نوجدو بطبوط بالدقيق الكامل، بالدقيق بالنخاله ديالو. والا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تابوناو في لاشين وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال القناه، وما تنساوش ديروا جيم. ونبداو على بركه الله. عندنا شويه ديال الخميره ديال الخبز مع شويه السكر والملحه، جوج معالق ديال الزيت العاديه، وهنا عندنا زلافه ديال الدقيق بالنخاله، الدقيق الكامل، وهنا عندنا زلافه ديال الدقيق الابيض، وما دافئ اللي جا مع الخليط او الحليب الدافئ اللي جا مع الخليط. نبداو على بركه الله. بسم الله. كنديروا الدقيق بالنخاله مع الدقيق الابيض، وغنديروا الزيت، ونديروا الملح، والسكر، والخميره. يمكن لكم ديروا خميره حبيبات، الخميره اللي عندكم في الدار. وغنبداو نخلطوا. بسم الله. كنجمعوا الخليط ديالنا، المهم الماء على حسب الخليط، ما كتجيش قاسحه وما كتجيش جاريه، كتجي طريه. كندلكوها واحد شويه ونخليوها تخمر. صافي، انا غادي نستمر بهذه الطريقه حتى تجمع ليا العجينه، حتى تعجن مزيان، وغنخليها تخمر وغنرجع باش نكمل الطريقه ان شاء الله. صافي، ها هي العجينه خامره. هنا عندنا شويه ديال الدقيق الابيض مع شويه ديال الفينو، خلطتهم. هنا عندنا مرشم، انا غنقطع بهذا المرشم مربع، نتوما قطعوا بالمرشم اللي بغيتو. كنطلقوا العجين. بسم الله. صافي، هذا هو العجين ديالنا. ما كنرققوش بزاف، كنخليه شويه غليظ.
وغنرشمو بمرشم مربع. المهم الشكل على حسب الشكل اللي بغيتو، يكون دائري ولا مربع، المهم كل واحد الشكل اللي بغى اللي بغى. كنبغيو ننوع واحد شويه. كنديروهم في واحد، كنفرشو واحد الزيت وكنحطهم باش يخملو واحد شويه وعاد نطيبوهم. صافي انا غنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندنا كامله. كنديرهم في واحد الزيف وكنغطيهم وكنخليهم واحد شويه يخملوا واحد شويه مع طيبهم ان شاء الله. كنديرو المقلاة سخان كنرشوها بشويه ديال الزيت غير واحد شويه، وكنديرو المطبوط ديالنا بسم الله خفيف زاد. كنضيبو على عافيه مهيله واحد شويه، ما كيكونش مجهده بزاف، كنخليوه يصيب على خاطرو من الجهتين. نخليوهم حتى يطيبو ونرجعو ان شاء الله باش نعمروهم ان شاء الله. بالنسبه للحشو عندنا هنا شويه ديال الدجاج قطعتو طريفات ورقدتو في البن، ولا مهم البن ولا الياغورت الطبيعي، ياغورت مسوس ولا شويه الحليب مع شويه الملح والابزار، كنرقدوه شي ساعتين على الاقل. وعندنا هنا الدقيق الابيض بيض مطرب، وعندنا خبز يابس مطحون. الخبز اللي كيبقى لينا كنديرو في الفران يتحمر واحد شويه ونطحنوه ونديرو في قراعي ديال الزاج ونحتفظو به ونستعملوه في الوصفات بلا ما نلوحوه. ودابا غندوزو نديرو شويه ديال سكنجبير الدجاج، شويه ديال العطريه ديال الدجاج، وشويه ديال الخرقوم. يمكن لكم ديروا هاد العطريه مع سميتو مع الدجاج في الاول الا درتو البن ولا الياغورت. وغنخلطو هاد المقادير بسم الله، والملحه غنديرو الملحه ما نساوش الملحه.
كنديروا الملحه وكنخلطوا. بسم الله. ممكن لكم تزيدوا شويه ديال التحميره الا بغيتوا. بالنسبه للخبز انا زدت فيه شويه ديال الملحه مع شويه ديال التحميره وخلطته. دابا غنديروا الدجاج هو الاول، غنديروا في الدقيق الابيض هو الاول، عاد نديروا في البيض، كندوزوا في الدقيق. كندوزوهم في البيض وما شابلور اللي هو الخبز المطحون. صافي غنستمر بهذا الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي، وغندوزو باش نقليوهم. يمكن لكم تقليوهم ولا ديروهم في اللاطه ديال الفران ودخلوهم الفران يطيبوا حتى يتحمروا. المهم نتوما اللي بغيتو، اللي بغيتو وصفه تكون صحيه 100% الفران هو اللي صحي، ولكن انا اليوم ان شاء الله غادي نقليهم. صافي انا غنستمر بهذه الطريقه. وعندنا شويه ديال السبانخ، عندنا شويه ديال السبانخ، السبانخ غنديرهم غنسوطيهم شويه في شويه ديال الزيت البلديه مع شويه ديال الملح والبزار، غنشحرهم واحد شويه باش نديرهم مع الدجاج ان شاء الله. كنديروا الزيت حتى كيسخن مزيان، ما كنكثروش بزاف، وكنديروا شرائح ديال الدجاج. بسم الله. قلت لكم يمكن لكم تدخلوا من الفران.
نخليهم حتى يتحمروا مزيان، كنديرهم فوق ورق النشاف. صافي غنستمروا بهذه الطريقه حتى نكملوا الكميه اللي عندنا كامله، ونرجع ان شاء الله باش نعمروا البطاط ديالنا. هذا هو البطبوط، كيطيب كيجي على هذا الشكل، كنحلوه. وهادو هذا هو الدجاج، وهنا عندنا شويه ديال الماطيشه قطعتها وفرماج مثلث والسبانخ شحرتهم في شويه الزيت مع زيت البلديه مع شويه الملحه. كندهنوا البطبوط بشويه ديال الفرماج ولا المايونيز اللي بغيتو، كندهنوه كنديروا شويه ديال السبانخ. يمكن لكم تعودوا السبانخ بالخص الا عندكم الخور، الا ما عندكمش السبانخ والطريف ديال ماطيشه. كنديروا الدجاج، ندهنوا بالفرماج، السبانخ، مطيشة، والدجاج. المهم انا غنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي، وندوزو باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو ان شاء الله. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال البطبوط، كيجي على هذا الشكل. كنتمنى يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش تابوناو في لاشين وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى فيديو اخر ان شاء الله. خليتكم على خير.